صناعة الخوص أقدم المهن الشعبية في العراق التي لا تزال قائمة حتى اليوم، ولها زبائنها من مختلف الأعمار والطبقات الاجتماعية. الشغلات تتطور من كراسي إلى قنفات إلى أقفاص مال دجاج، أقفاص مال بلابول، حسب هو الزبون اللي يطلب. سابقا كانت مو هيك، بس احنا من السقوط لليوم غيرنا هاي الشغلة. كانت قبل القفص الحاصل، السرير مال النوم كان، بس الاستيراد من دخل لنا قفص الحاصل عفناه، توجهنا على القنفات والكراسي للقازينوات. وتعتمد هذه المهنة على أدوات بسيطة بعيداً عن المعدات والماكينات الصناعية الحديثة. حسب كان الزبون الأراد كراسي، تبدأ تفصيله، نبلش له بالكراسي حسب الأراد، أقفاصه مال بلابل هم راح نشتغله بالقفاصه، حسب الزبون هو ايش ما يطلب واحنا ننتج له. ورغم قلة زبائن منتجات هذه الحرفة، إلا أن شغف العراقيين بتراثهم حال دون اندثارها. هي من أساسها هي إنتاجها قليل، يعني هي من بدأت إنتاجها قليل، ناسها قليلين. إن شاء الله ما تنقرض، نقول إن شاء الله ما تنقرض. هاي البوار والقصب هاي تجينا من الشبايش من الناصرية. تعرف أكو بيوت أهل حلال، وتعرف اليوم مثل ما يقول الناس هم ترجع لعاداتها. مثل ما يقول أكو هنا يسوون مضايف، يسوون سقايف، أكو أماكن يحتازون بها البواري، فما تنقرض هاي الشغلة، يعني صار لها سنين ما انقرضت. غياب الرعاية الحكومية للحرف التراثية دفع كثيراً من أصحابها إلى تركها والبحث عن مهن أخرى. بال 15 محل تركت الناس بسبب شاف ماكو دعم والإيجارات غالية. هي مهنة حرفية هاي أساسية، يعني مثل ما يقولن الشغلة هاي المفروض يتباهون بيها. هاي الشغلة تركوها انتهت. مو بس هاي ما حد دعمها، كل المهنات الحرفيات ما حد دعمها، مو بس شغلتنا يعني صناعة السعف والخوص. ومهما غزت الصناعة الحديثة الأسواق، يبقى للصناعة اليدوية رونقها الذي لا يستغني عنه العراقيون.